في قرى شرق النيل بمحافظة المنيا في صعيد مصر يعمل آلاف العمال في محاجر البير، وتقدر جمعيات أهلية عدد العمال ب20,000 عامل. بيئة العمل الخطيرة في المحاجر تسببت في مقتل وإصابة المئات من العمال وسط تجاهل حكومات متعاقبة. اسمي ميلاد منير سبع، من طينة الجبل، السن 24 سنة. كانت الشغل الجبل لما نطلع من هنا الساعة 4، بنقول الساعة 4 الفجر، قبل ما نروح نمشي بالعربية نفطر على الجسر، نروح لحد الشرفة نقعد بتاع ربع ساعة تاني نستنى فور من ما تيجي من الغروب، نروح نقعد ساعة في الطريق قبل ما نوصل المصنع، نشتغل نبدأ الساعة 6 الصبح. أنا شغال في خطر، يعني لازم الواحد ياخد باله. الموزة زي الكوتش بتاع العربية بأربع مسامير، في لو في مسمار حل ولا مسمارين حل الموس يطير، فالموس لو يطير ولو أي حد قدامه يعوره. أنا اتعورت قبل كده، خدت 9 غرز ايديا غير 5 غرز رجليا من كتير، لما تتبهدل كل حتة ما تروح على جنب أول ما تتقطع كل حتة تطير. الاسم رضا خلف محمد حسن، مقيم بقرية جبل الطير مركز سمروط محافظة المنيا. بداية شغلي في المحاجر بعد ما خلصت الدراسة 96، ابتديت أشتغل عامل أقلب طوب. تنزل أمه المحجر الساعة 6 الصبح، يبتدي تتوزع كل واحد على شغله، اللي على حشاشة اللي على فصالة. بعد أحيانا الجو بيبقى كتمة، يبتدي الدنيا تبقى غبارة، ما فيش حد ناظر، زي الضباب زي شبورة، مش اي حد ما يبقاش ناظر محقق قدامه. وانا راجل ساكن على الشاشه، صنيع الشاشه، انا العمال اللي قدامي دي ماسك مطرقه بخبط بها الحشاشه عشان العامل ينتبه. لو العامل انا مش شايف قدامي وانا ماشي على السكه الشريط الحديد اللي ماشي على الحشاشه، بخبط العمال عشان العمال تنتبه. العامل لو ما انتبهش والموس عم يلف، ممكن لو لطش رجله طيار رجله من مكانه على طول، باتر على طول. غلطة المحاجر عامة لو كانت إصابة بالصاعقة الكهربائية أو بالآلة الفصالة أو الحشاشة، الغلطة هي الأولى هي الأخيرة، لأن الصاعقة الكهربائية بتودي الوفاة طبيعية. أما الآلة اللي هي الفصالة أو الحشاشة الإصابة فيهم، الإصابة دي بتكون باتر أو عجز زيادة عن 50%، تودي له وجعات في البيت على طول، عجز كامل عن العمل. وبيطلع العامل من بيته الأجر بتاعه هو الدية بتاعته اللي بياخدها من المحجر. لا في تعويض من المحافظة ولا من صاحب العمل ولا من أي جهة. نفسي ابن كرس ما يطلعش زي يطلع الجبل، يلاقي شغلانة، يلاقي حياة مرتاحة، ان هو ما يطلعش الجبل، لان انا شغال في خطر. انا ما اعمل في نفسي عشان الاقي ابن بكره وبعد يطلع مرتاح، ما يطلعش تعبان زيي، لان ما فيش مصدر رزق دوا، ما فيش شغل غير الجبل هنا في يعني شرق البحر كله، ما في عامه ما فيش شغل غير بتاع الجبل.